هنروح للزميل ادهم ندى. برحب على... بيك كابتن خالد العوضي وبرحب. اتفضل اتفضل. برحب بيك كابتن خالد العوضي وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد الترحيب موصول لكل نجومك المتالقين في الاستوديو، الكابتن فؤاد عبد السلام والكابتن ممدوح اسماعيل والكابتن هانم صالحي. يوم جديد وحكايه مختلفه من حكايات البطوله الافريقيه للانديه الابطال لكره الطايره الرجال، والنهارده الحكايه هي المباراه في دور نصف النهائي ما بين النادي الاهلي ونادي السواحل الليبي اللي قدر النادي الاهلي عن جداره واستحقاق انه يفوز بثلاثه اشواط مقابل شوط واحد. معانا المدير الفني الكفء المتالق الكابتن محمد مصالحي. كابتن محمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. فوز ولا احلى ولا اروع مع كل شوطه مع كل هجمه كما عهدناك في كل لقاء، وكانك هتنزل جوه الملعب يا كابتن. عايزين تحليل لنتيجه اللقاء النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، طبعا اللقاء كان قوي جدا. فرقه السواحلي فرقه محترمه عندها محترف قوي جدا. الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نسيطر على اول شوط كامل، وحتى والثالث والرابع برضو السكور بتاعهم جه كويس. اللعيبه بصراحه انا معايا 14 راجل، قدرت اعمل يعني اربعات، يمكن معظمها لعب مركز اربعات يعني معظمها لعب. عبد العال عمل ماتش هايل في الاستبال وفي الضرب بصراحه. كل الناس يعني بغير بقى احمد وعبد الله وحسام نزل. لا بصراحه اللعيبه النهارده 14 راجل كانوا في الملعب. يحسب لحضرتك النهارده بعد الشوط الثاني قدره على احتواء اللعيبه، قدره على التحفيز على التشجيع النهارده، تحول في نتيجه المباراه النادي الاهلي النهارده فريق كبير فريق عظيم اكيد. الحمد لله. يعني هو انا بقول لك معايا 14 راجل، كل الناس عارفه واجباتها ايه، والناس حافظه في المحاضره عملنا ايه بيعملوا ايه، واللي نزل نفذ والحمد لله. يعني بقول لك الحمد لله معايا 14 راجل عملوا اللي عليهم وزياده. الشوط عايزين نعرف بقى المباراه النهائيه شايفها ازاي؟ ما النادي الاهلي لا يبحث غير على الاميره الافريقيه، النجمه الافريقيه تكون من نصيبنا باذن الله. ان شاء الله انا اتوقع ان سموحه هي اللي هتكسب النهارده، ولكل حد لكل مقال مقال يعني. ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله، ونعمل محاضره محترمه يعني نحفظ برضو اللعيبه سواء كان دي او دي. اهلا وسهلا باي حد ان شاء الله باذن الله. يعني بنوعد الجمهور ان احنا نعمل اقصى ما عندنا ان شاء الله ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله، ونفرح جمهور النادي الاهلي، لان انا عارف كلنا حزنانين قد ايه، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر نفرحه يا رب. يعني اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد مصالحي، وبالتوفيق ان شاء الله في المباريات المقبله. شكرا.